الله إليكم. في آخر أسئلته يقول: كنت ذاهبا إلى المسجد لصلاة الصبح، وعند وصولي وجدت أن الصلاة قد أقيمت، فتذكرت بأنني كنت على غير طهارة وأن علي الحدث الأكبر جنابة، فتيممت ودخلت الصلاة، فهل يعتبر هذا العمل صحيحا أم لا؟ هذا العمل غير صحيح، لأنك لم تتطهر من الجنابة، والتيمم لا يكفي عن الطهارة بالماء إلا عند عدم الماء أو العجز عن استعماله لمرض ونحوه. وأما القادر على الماء فإنه لا يصح منه التيمم، بل لا بد أن يتطهر بالماء، فصلاتك غير صحيحة، فعليك أن تتطهر من الجنابة وتعيد الصلاة. نعم.